مرحبا بكم. موعد جديد مع سلسلة أشهر القضايا التونسية. أشهر القضايا اليوم بجتهزنا القضية صارت في الساحل، وصارت من عند شخص عمره ما حتى حد كان يتصور أنه نهار اسمه باش يتقال كواحد من المجرمة الكبار. قضية باش يمشيوا فيها إلى جباس ودهان، كان محبوب في الشيرة متاعو وكان خدام. إلى حد الآن وأنا نحكي معاكم حتى حد ما يعرف شنو اللي تعدى في مخه باش عمل اللي عمله. نحكي على الصحبي. مرحبا بيك في قضية الصحبي الجباس القاتل. حكايتنا إذن في أشهر القضايا باش تهزنا للساحل التونسي، ونقولك الساحل التونسي خاطر الحقيقة الحقيقة بخلاف بعض المؤشرات اللي نعرفوها على سبيطار اللي بعته ونحكيو عليه، فطومة بورقيبة في المنستير، فأنه القضية غامضة نوعا ما في الأماكن متاحة وتحديدها. وعليش غامضة؟ خاطرك تعرف أنه في وقت من الأوقات وخاصة في بداية الألفينات ما كناش ياسر إعلاميا نقولوا بموضوع القضايا والبلايس متاحة، وجماعة البلاد والحومة ما يحبوش يحكيوا على أساس وأنه هذه تجيب نوع من العار وإلا تجيب نوع من الوصم للأماكن متاحة. لكن أحنا في الساحل بين سوسة والمنستير. صاحبي إيش 30 سنة جباس يخدم الجبس ودهان، ومعروف في الجهة والحومة متاعه في الخدمة متاعه، ومعروف زادة كيف كيف أنه يعيطوله الناس اللي يخدم لهم ويجي ويدخل للديار ويمشي ويجي وكذا. نهار 5 أكتوبر 2000 مع قرابة 5 متاع العشية، بعد ما مازال كيروح تكى شوية بحذا الوالدة متاعه في الدار، ومن بعد قام خذيه من عندها طرف فلوس، قال لها راه باش يمشي الحمام لنف عنده خدمة. أما قبل ما يمشي الحمام لنف مشي لحومة واحدة معرفة اسمها عواطف يسأل عليها. قال لهم بربي كان جات عواطف شفتوها قولوا لها راني جيت للدار دقيت 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 راه محلي حد الباب راني مشيت. ومشي على روحه. وين مشي؟ مشي بحذا عمه. هذا عمه قريب له برشا يمشي ويجي عليه وكل مرة يمشي له. أما ملي مشى لدار عمه وأموره ما تعجبش، حتى عمه لاحظ أنه ما هوش عادي، يفكر يسرح درافيش لاهي. ما جيت العشية لما قال ولد عمه وصلني لمحطة اللواج باش نروح. جاسي ولد عمو باش يوصلوا. بعد ما هكا مشاو شويه في الثنيه قالوا لا لا بطلت مانيش باش نروح، باش نمشي حطني في بحذا المحطه متاع التران وتو نتصرف. وبدا يدور من بلاصه لبلاصه. اما وقت اللي سي صاحبي يدور فما شكون اللي يفركس عليه. الامن تحديدا بدا يفركس عليه. امشى بحذا عمه وسألوه عليه، يا اخي صاحبي ولد خوك وينو؟ مازال كي كان بحذايا. اما مشى روح، قال باش يروح. اسمعني يا حاج، اول ما تتحصل عليه والا يجيك يفضلك تعلمنا على الفور، والا رانا نوقفه كيما وقفنا امه وابوه. ابب وعليش يوقفوا في أم وبوه؟ بون هو بين ظفرين إجراء غير قانوني، ولكنه معمول به في بعض القضايا في تونس. كي نحبوا نجيبوا واحد نشدوا له أمه ولا أبوه ولا مرته ولا أخوه إلى آخره. فكان هذا مع صاحبي.
يا اخي شنو عمل الصحبي باش تفركسوا عليه وبتشدوا له امه والى ابوه؟ يعيشك يا حاج، اول ما يجيك تبلغنا على الفور شيامك فيه، اش عمل وشنو ما عملش. وبدا الخبر يدور انه الامن يفركس على صاحبي هذاك. علاش سي صاحبي اول ما باش يمشي لدار اخته، اخته ماهيش باش تقبله. يا اخي شنو عملت؟ ما قال حتى شيء. لا يا خويا ما تقعد ليش في داري، اكثر من هكا طردته من الدار. عاد ولات فيها الحكايه وتوقيفه وكذا، وهو اموره ما تعجبش وداخل بعض وجاء وزيد ما حب يقول حد شيء. دونك ما تحب تقول حد شيء وانت ماك عامل حد شيء وانت داخل بعضك، ما تقعدش بحذايا يا اخويا، برا امشي شوف بلاصه واحده اخرى. ومشى شاف بلاصه واحده اخرى وقعد يدور يدور، وين ضربته لحيوت رجع بحذا عمه. اول ما دخل بحذا عمه مد طول على الفرش ورقد. عمو ما كانش معارض انه يدخل للدار، اما هو دخل منه للدار وحط راسه على مخدة، وهو بلغ عليه الامن من غادي. وجات العناصر الامنية وألقات القبض على السحبي. السحبي شنو اللي عملت في دار عواطف؟ شنو عندي عملت في دار عواطف؟ ما عملت حتى شيء، ما دخلتش انا اصلا لدار عواطف. أبي ملا اللي صاير الكل في الدار شكون اللي عمله؟ أنا ما عملت شيء، أنا مشيت للدار عواطف، اسألوا الجيران. أنا مشيت للدار دقيت ما جاوبني حد. بالله مارة مشيت سألت كلمت وصيت الجيران، قلت لهم كي عواطف تجي قولوا لها راو وصاتني باش نجي نتعدى نقدلها الجبس ونتفقد الدهن، راني ما حتى حد محلي الباب. اسألوا الجيران ترى. سمعوه اما ما صدقوهش، وعندهم الحق باش ما يصدقوهش، على خاطر باش نكتشفوا اللي عملوا الصحبي عمله كبيره ياسر، عمله مش باش ينساها حتى حد من اللي كانوا عايشين في الحومه، عمله مش باش تنساها بتاتا عواطف. كان في بالها اللي هو يحبها كي كانوا صغار. يا اخي باش تكتشف انه جباس وحش، شنو اللي عمل بالضبط؟ شوفوه في الجزء الثاني من حكايتنا لليله.